على فكرة التزوير للواقع، لأنه إذا كان ده انقلاب حصل في 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 الغفر الجمهوري أو حصل في ديسمبر في القيادة العامة كان انقلاب. نفس القيادة الوطنية، قيادة الجيش السوداني التي انحادت وأوقفت العبث بتاع النظام البائد وأخذت البشير وودته إلى كوبل، هي نفس القيادة الآن حسمت الأمر وأخذت القيادة الحقيقة كانت حجر عثرة أمام كل التقدم، وكانت حجر عثرة في كل الذي حدث، وهي اعتقلتهم للتأمين، لأنهم حقيقة أول حاجة تحتاجهم أشياء كثيرة يجب أن يسألوا منها، للذين بيسألوا لماذا اعتقلوا؟ جماعة البنزات أغلبهم في لجنة التمكين، لجنة التمكين دي فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، جمدت، لكن الذين قاموا بالفعل أموات تحتاجهم حاجات كثيرة تحتاجهم، لابد أن تأمينوا مساعدتهم على الذي حدث وما عرفوا بالضبط ماذا كانوا يعملون. عشان كده نحن رسالتنا إلى الشباب. الآن هذه الثورة أسردت للشباب، وهي مشت للشباب. وهذه استعادة لمسيرة الثورة، وهذه تكملة إلى اعتصام القيادة العامة، والاعتصام اللي هنا هو أجل الجيش انحاز إلى الشعب السوداني وأوقف الانهيار وأوقف تفتت الثورة زي ما أوقفوا مع عمر البشير، الآن أوقفوا يعني. فعشان كده نحن أول حاجة من هذه نعتذر لهم بعد قليل رفض الاعتصام، ونجي بكرة ثاني نرفعه بشكل مرتب، وبعد ذلك هنعيد بإذن الله إلى مسيرة تعيد كبرى. لكن عايزين نؤمن أن كل الذين وقفوا هذا الموضوع بالذات التنظيمات، نحن في قيادة الحرية والتغيير التوافق الوطني هنمشي في اتجاه التوافق، هنرد كل الحقوق إلى أصحابها، ويعني تنبيهاتنا للشباب أن يلتزموا حقيقة الهدوء، أن لا يتعرضوا لحد أذى، ولكن إذا حتى عرض لهم فليدافعوا عن نفسهم. الله أكبر. تفضل الاعتصام بهدوء وتظل في حالة بتاع الترقب، وإن شاء الله نحن سندعو إلى مسيرة وطنية، مسيرة جماهيرية للاحتفال بعودة الحق إلى أصحابه. السلام عليكم.